أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. اليوم هو 25 من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة، الموافق 18 من شهر مايو 2020 أو 2020 للميلاد. كالعادة لمدة 10 دقائق حتى هذه اللحظة منذ إشراقة الشمس لهذا اليوم، لم تظهر الشمس، وكما تشاهدون أمامكم الآن الصورة الباهتة أو التي تدل على وجود الضباب. الحمد لله على كل حال. بالنسبة ليوم الأمس والذي كانت ظهرت الشمس فيه بعد 10 دقائق منذ شروقها وظهرت بذلك الشكل العجيب، هو بلا شك يعود بالدرجة الأولى إلى الضباب الكثيف الذي يحجب أشعة الشمس ويجعلها تظهر بتلك الصورة، علما بأن الغالبية من الردود وبنسبة كبيرة جدا يؤيد أصحابها بأنها كانت مثل ما وصفتها لكم في بلدانهم أو في الأماكن التي شاهدوها. ولكن للأمانة أقول أيضا هناك من ذكر بأنه شاهدها بأشعة قوية في بعض البلدان الخليجية وبعض المدن في بلادنا. وأيضا اتصلت على أمي والتي هي ترقب معي أيضا أشعة الشمس يوميا، وتقول أنها في المكان الذي هي كانت فيه، تقول حفظها الله بأنها كانت أشعة قوية وبأن الصباح كان حار جدا، وأنها تستبعد أن تكون تلك الليلة ليلة القدر، والله أعلم وأحكم. كذلك هذا اليوم الذي تشاهدونه سوف تظهر الشمس في الغالب كما ظهرت بالأمس، إن لم تظهر نهائيا حتى قرابة النصف ساعة تقريبا. ليلة البارحة طبعا ورد فيها حديث واثلة ابن الأصقع رضي الله عنه، والذي قال فيه أنزلت صحف إبراهيم صلى الله عليه وسلم في أول ليلة أو في أول ليلة في رمضان، وأنزلت التوراة لست خلون من رمضان، وأنزل الزبور ل12 خلت من رمضان، وأنزل الإنجيل ل18 خلون من رمضان، وأنزل القرآن ل24 ليلة خلت من رمضان، بمعنى أنها كانت ليلة البارحة. والكثير ممن يقول بأن ليلة القدر ثابتة يقول بأننا إذا عرفنا الليلة التي أنزل فيها القرآن فهي ليلة القدر، ولكن ثبت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أو أسر لبعض أصحابه بليلة 23، وأسر للبعض بليلة 27، وبعض الصحابة رضوان الله عليهم يقول بأنها ليلة 21 حينما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، والبعض يقول بأنها ليلة 25، فهي إذن متنقلة. وثبت لي من خلال السنوات الماضية وثبت لي من خلال متابعتي في السنوات الماضية، وجدتها في 29 من رمضان، حتى كدت أن أجزم بأنها ثابتة فيها، ووجدتها في 27
حتى كدت أن أجزم بأنها ثابتة فيها، ووجدتها في 22 حتى كدت أن أجزم بأنها ثابتة فيها، ووجدتها أيضا متفرقة في 25 24 26 23، كلها متفرقات. وأخيرا اقتنعت بأنها تتنقل في أيام العشر كاملة. اليوم يعتبر عندنا نحن 25 يوم الاثنين، نحن اليوم الاثنين، والليلة تكون ليلة الثلاثاء. وهناك نظرية للشيخ ممدوح الجبرين رحمه الله، كان يقول بأن يوم الاثنين إذا وافق ليلة الثلاثاء وتكون وترا، فإنه في هذه الحالة تكون ليلة القدر. فهذه النظرية التي يراها رحمه الله يقول بأن ليلة يوم الاثنين ليلة الثلاثاء تكون ليلة القدر في العشر الأواخر إذا وافقت وترا. ورحمه الله هذا العام لم توافق، لأنه اليوم نحن عندنا 25 ليلة 26، فهي لم توافق وترا، لكنها وافقت وترا للذين صاموا بعدنا في دول أخرى، فهي بالنسبة لهم الليلة ليلة وتر، فهي ليلة 25. وهو ذكرها بأنها تكون في هذا العام ليلة 25، علما بأن رؤية الهلال عندنا كانت صحيحة 100%، ولا يمنع أيضا أن تكون صحيحة في الدول التي صامت بعدنا، لأن الهلال غروب الهلال قبل غروب الشمس، ولذلك لم يشاهدوا، بينما نحن غربت الشمس قبل غروب الهلال، ولذلك رأينا الهلال فصمنا، وصيامنا صحيح وصيامهم صحيح. ولذلك أنا دائما أقول جميع العشر سواء كانت شفعا أو وترا هي ليالي قدر، ويجب الحرص عليها تماما، واعتبار كل ليلة من الليالي من ليالي العشر هي ليلة قدر، وعدم التفريط فيها. كما تشاهدون في الصورة ضباب كثيف جدا، لا يمكن أبدا رؤية الشمس. وعلى كل حال مضى حتى الآن قرابة ثلث ساعة تقريبا وهي لم تظهر الشمس، وإن ظهرت سوف تظهر بما رأيناه في يوم الأمس، يعني كأنها القمر، ولكن لا عبرة لها لأننا لا نشاهدها بصورتها الحقيقية. صعب صعب جدا جدا حقيقة قياسها عن طريق أشعة الشمس، حتى في الأيام التي تخرج فيها بأشعة الشمس أحيانا يداخلها الظروف المناخية، حتى ولو كانت بسيطة جدا فإنها تؤثر في أشعة الشمس، إلا إذا كان هناك أجهزة دقيقة جدا جدا تقيس أشعة الشمس يوميا، وتوضح بأن نسبة الأشعة في هذا اليوم هي أقل الأيام، فحينها نعرف إن شاء الله بأنه البارحة كانت ليلة القدر. أما غير هذا فمن خلال السنوات الماضية واجهت مشاكل وصعوبات في تتبع شروق الشمس. هناك فيديوهات عدة في قناتي في سنوات ماضية كنت أواجه مثل هذه، ودائما يحصل خلاف بيننا أو بين الأعضاء في هذه النظرية وهذه المسألة، لكن أتمنى أن لا يخرج الخلاف عن حدود الأدب والأخلاق. عليه أقول أيها الإخوة، يعني لو لم يكن فيها إلا أن نتذاكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا فضل ونعمة وخير كثير، أن نتذكر الأحاديث الواردة في ليلة القدر. الآن بعد 23 دقيقة ظهرت بهذه الصورة التي ترونها أمامكم من بين الضباب والسحاب، ولا عبرة بها نهائيا، وربما تخرج بعد قليل مثل يوم الأمس، وأبدا أبدا لا عبرة بها إلا في حال
من رآها في منطقة أخرى أو بلاد أخرى أو محافظة أخرى فيراها بدون ضباب أو بدون سحاب، حينها يمكن قياسها في أي بلد من بلدان المسلمين أو بلدان العالمين. أما بهذه الصورة مستحيل، مستحيل أن تميز. أنا ممكن أقربها فتظهر مثل يوم الأمس تقريبا، يعني قرابت، يعني لو ذهب السحاب والضباب قليلا سوف نراها مثل ما رأيناها بالأمس تماما. أيضا أحب أن أنبه على نقطة مهمة جدا، وهي أنني أتأخر في رفع الفيديو بسبب الإنتاج والإخراج لهذا الفيديو، فإخراجه وعرضه بصورته التي أصور بها قد يأخذ وقتا طويل، قرابة 45 دقيقة، من النصف ساعة إلى 45 دقيقة، لكن أنا أعمل له مونتاج وإخراج فأختصره من 45 دقيقة أو نصف ساعة إلى 10 دقائق، قد تزيد قليلا. ولذلك أحيانا يغلبني النعاس فأنام ثم أصحى وأكمل ثم أنام، وهكذا بهذه الطريقة. فأحيانا قد أضطر إلى عرضه بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، وأجد أن هناك الكثير من الإخوان ينتظر ويقول أين أنت هذا اليوم، أين كذا، أين كذا. هكذا هي بعد مضي نصف ساعة، وهي مثل الأمس تقريبا في هذه الصورة، ولا عبرة بها أبدا. فلقد ثبت بأن الضباب الكثيف والسحاب يحجب الأشعة، وبحيث تخرج بهذه الصورة التي ترونها أمامكم الآن، والله أعلم وأحكم. لذلك أقول من رآها في بلدان عربية أخرى فعليه، أو بلاد عالمية، فعليه أن يزودنا بما رآه هذا اليوم، وأن يشهد بشهادته أو يدلو برأيه في شمس هذا اليوم. أما أنا فلا أستطيع أن أنقل لكم أكثر مما رأيت وشاهدته بعيني منذ ظهور الشمس وحتى هذه اللحظات. بالنسبة للإخوان الذين لا يعجبهم تتبع شروق الشمس، أتمنى أن يناموا ويرتاحوا ويأخذوا يعني راحتهم في النوم، ويتركوا لنا متابعة شروق الشمس لمن يرغب، فهي هواية رمضانية سنوية تذكرنا بأمور كثيرة في حياتنا. فنحن نحب أن نتابع شروق الشمس في العشر الأواخر من شهر رمضان. إذا أنت ترى خلاف ذلك فاحفظ رأيك لنفسك، ودع الناس فيما يريدون ويعشقون، وللناس فيما يعشقون مذاهب. ونحن لم نخالف السنة النبوية المطهرة في تحري ليلة القدر عن طريق تتبع شمسها، فقد ورد في ذلك ما يدل على ما نحن نفعله اليوم. إذا لم يعجبك أو يناسبك أو يزعجك، أتمنى أن تنام ولا تفتح القناة عندنا، ولا تشاهد فيديوهات التي نعرضها، فهناك من ينتظرها غيرك. واكفي المسلمين شرك وشر لسانك، ونسأل الله عز وجل لك الهداية والرشد. أخيرا بعد هذا الوقت الطويل لا أستطيع البقاء أكثر من هذا، فالشمس سوف تكون بهذه الصورة حتى قرابة الساعة ربما. ولذلك أنا أقول إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.